بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، يروى أن رجلا ذهب إلى الحج مع أختي وكان في عجلة من أمره، فقال لأخته: لنستعجل في الحج ونرمي الجمرات في اليوم 12 لأني في شوق كبير إلى زوجتي. فقالت الأخت بالعامية من زينها: فإذا بتلك الزوجة في بلدها ترى في المنام أن هذه الأخت قدمت من الحج فقدمت حجها هدية لها. ففسرها الشيخ وقال: لعل تلك الأخت قد اغتابتك بكلمة، فإذا بحجها يقدم هدية لك. الله أكبر أحبتي، حجها ذهب هدية للزوجة بكلمة؟ لا نعجب أحبتي أن يحدث ذلك إذا تذكرنا أن عائشة رضي الله عنها عندما أشارت على إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله لقلت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لو خلطت بماء البحر لغيرت لونه ورائحته. نعم، إنها الغيبة أحبتي، هذا اللسان أخي الكريم، أختي الكريمة، خطير جدا. ولذلك انظروا إلى تلك المرأة التي ذكر الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها سليطة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وقالوا: يا رسول الله، امرأة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بقليل بأثوار من إقط ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. نعم، إنه اللسان أحبتي، احفظ هذا اللسان لتنل الرضوان وتصل إلى الجنان. أخي الغالي، أخي الحبيب، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أسأل الله أن يوفق كل من نشر هذا المقطع وأن يكون في ميزان حسناته.